للعام الثاني على التوالي تعداد سكان الصين ينخفض بشكل قياسي، ما يفسح المجال للهند للتفرد في صدارة العالم من حيث التعداد السكاني. عدد سكان الصين العام الماضي 2023 انخفض بمقدار 2 مليون شخص تقريباً، ليصل إلى نحو 1.4 مليار نسمة. المكتب الوطني للإحصاء قال إن هذا الانخفاض أكبر من تراجع عدد السكان البالغ 850,000 نسمة في عام 2022، والذي كان أول انخفاض يجري تسجيله منذ عام 1961. وسائل إعلام عالمية أرجعت هذا الانخفاض القياسي إلى عدة أسباب، أبرزها ارتفاع إجمالي زيادة نسبة الوفيات العام الماضي بمقدار 6.6% وانخفاض نسبة المواليد الجدد بنسبة 5.7%، إضافة لارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وانتقال العديد من السكان من المزارع الريفية إلى المدن، ما يزيد من تكلفة المعيشة وهو يسهم بتراجع الرغبة بالإنجاب. السلطات الصينية كانت ألغت سياسة إنجاب طفل واحد عام 2015 لمعالجة مشكلة ارتفاع معدل الشيخوخة ونقص العمالة وسط مخاوف من تأثيرات انخفاض التعداد السكاني على اقتصاد البلاد نتيجة تراجع أعداد العمال والمستهلكين.